كتير شوب وعرقانين ساخ راسه هالمسكين وداخل يا رب تعين معكتر حظن هالحلوين حرارة طلعت للستين دخلك اللي وين رايحين الزلمة ساخ مش شوب قال آخ هذا بل وهذا داخ ما أنا بدي هندي كو هندي كو مراوح قوي هنديكو عملية للنسمة القوية مالتي مالتي عم تسأل جارتا عن شي عن شي بينظم جلياتا لك عن شي عن شي بيضر الإيدين لما أصلون وكاساتا مدهش مدهش معجون وعال الجليات بتنضب الحال بيضر الإيدين بعد الاستعمال معجون مدهش بصراحة نظافة وريحة فواحة خلى المجرى مثل الفل رح تجني وقتي مرتاحة حقيقي مدهش عم دق الهبرة وفرحان طلعوا لي نص الجيران حكت بوشهم زوروني مدوا لي ايديهم وعطوني ستار ميكس مشان يريحوني مشان تدق لي اللحمة ستار ميكس عم بتدق بسرعة من غير ضجة ومن غير سرعة بغير الراس الفوقاني صار خلاط بعالم تاني حضر لي الخلطة بثواني وطاولتي أشكال ألوان عالحالتين طلعوا الجيران ستار ميكس عم بتدق الهبرة وبتخلط من أول مرة بتحضر أشهل أكلات مصنوعة لأطيب طبخات ستار ميكس دقائق الهبرة ستار ميكس إنتاج أبو شعر وشركاء بامتياز من إلكترو ستار ألمانيا شبيك لبيك ستار ميكس بين ايديك بصر انا مرتاح جزر ولا تفاح وبقدمها اليك ماما ماما ما بدي ضل محتار وغيرها ما بدي ستار هي ستار ميكس ايه هذا لا بلا لا رجعك على امهم ها ستار ميكس عصارتين بعصارة واحدة ستار ميكس بمحركها الالماني جبار سينو الله يعينه زهران وحاله يعينه فرحه وشي مو بابي وبدي لبن زبادي يا ياسينو شو مسكين بدك لبن زبادي يا جوزي وابو لادي هذا زبادي نانا مع السلطه شو طيب وشافو يا عيني لذيذ اللي بياكل زبادي بيزيدك فرح زيادي طيب زبادي نانا نانا دائما تذكر لما كنا صغار جدي جاب براد عالدار للفرحة والدهشة طار والجار صار يحكي للجار كان جدي يحكي عيد عن مزايا التبريد برادات الحافظ خبرة عالية بالتبريد برادات الحافظ جودة بالصناعة جبنا كمان براد جديد خبرة بالصناعة تزيد جودة أناقة وصيانية والتقنية بالتجميل دخلت برادات الحافظ عصرا جديدا التبريد بالهواء خضرة أندر بيسع أكثر مأكولات فرحة مكعبات ثلجية أكثر التبريد بالهواء حل أكيد لتراكم الجليد برادات الحافظ 40 عاما نزداد شبابا أوقاتك بتحلو مع جبنة بريتيكاو جبنة الذواقة كل
كل شي عم بيدور وانا بدي اشرب موز وحليب. كل شي لما بيبقى ما عنديكو عم بيدور يدور. كل شي لما بده يدور ما عنديكو رح بيدور. ولما عنديكو بتدور كل شي معها رح بيدور. كل شي عم بيدور كل شي عم بيدور. هنديكو للأسرة السعيدة. صاحبنا المعروف مرته قالت له شوف لازم تجيب لي براد يوفر بالمصروف. بدها براد كبير بسع كل الاكلات ما بيهمك. فواكه خضرة معجنات الليمون واللحمات. قلت لها حاضر نعم وبراسي صار في نغم. برادات الحافظ عندها 24 قدم واحذروا شو اللي صار. مرتي عقلها طار. جديد برادات الحافظ 24 قدم تبريد عادي وبالهواء. برادات الحافظ 40 عاما نزداد شبابا. لما تقول هدي هدي كتير عملية. بابا جابا للماما تكوي تيابا. هنديكو مكواي بخاري. هنديكو مكواي قوي. هنديكو أحلى هدية. إن سطح مكوات هنديكو مطلي بمادة التيفال. هنديكو للأسرة السعيدة. أنا طرزان ابن فلان ولادي جننون جنان. والطناجر على النار ليل نهار بدون بوشار. مع باقية ما بهتار مع انه غابي فتت بالحيط. باقية ما بدها زيت اكلت بوشار وهم نسيان. شوية درة حطيتون ولادي فورا فرجيتون. بوشار طيب طعميتون مع باقية سويتون. نصيحة طرزان يا لا للي أمان يا لا للي باقي عطول اسمه عنوان باقي. بيقول طرزان محضرة البشار باقية أحلى هدية للعيل الهني. قميش ألوان والنقش عليه تقطعي فستان شو ما بدك فيه. قميش ألوان البغدادي والنقش عليه البغدادي تقطعي محلات البغدادي للأقمشة عنوان لأجمل فستان. نستقبلكم في محلاتنا حريقة سليمانية حمدية سوق جمرك أبناء محمد رضوان البغدادي. أفينور النور اختصاصنا. جينزات حديثي بحبها أجمل جينزات كيسو أحلى جينزات كيسو. أنا حبيتها محلى أزياء كيسو أريح جينزات كيسو. أنا عم جينزات كيسو أحلى جينزات محلى أزياء كيسو أريح جينزات كيسو. أنا عم جينزات كيسو أحلى جينزات.